غير كلمتك حصلتني أو غير كلمتك حصلتني اسمك يا بلادي الشمس ما بتغيب لمالي ولا أولادي على حب ما في المدرسية اليوم بمدارس الهادي شاكر الدهماني شارع برجيبة الدهماني 2 مارس الدهماني والمدينة بتبيعة بعيد الاستقلال بعيدا عن الجدران والقيود بعيدا عن الأقسام وساحاتها خرجنا اليوم بمعية تلاميذنا الأعزاء مرفقين بمربيهم بالسادة المديرين بالأولياء إلى هذه الساحات المتجذرة في التاريخ لمدينة التيبيروس الدهماني لنحتفل اليوم بعيدين عيد الاستقلال وعيد الحياة المدرسية التي نتمناها أن تكون زاخرة بالنجاحات والتحديات والانتماء لهذا التراب الغالي ولعل في احتواء المدينة على هذا المخزون الزاخر من الأثار الذي يخفي في طياته حقيقة إرثا تاريخيا كبيرا لعل في كل هذا إبحار بمعية أطفالنا نحو عالم يريدونه عالم من الجمال والبراءة جيت اليوم باش نقدم عرض الخرافة للأطفال مدرسة شاكر ومدرسة شارع الرئيس واثنين مارس وإن شاء الله بركة تكون عجبتهم واستمتعوا وحكينا شوية على لباس التقليدي وفسرنا الحولي وفسرنا لباس التقليدي للصغيرات اللي باش هما نعرفوا به ويعرفوه هو تراثنا وهو تراث أجدادنا وهو رموز بربرية وهو لبس الأميرة عليسة وحكينا شوية هكا عملنا جانب خيمة هكاية فيها حاجات للتراث خاطر نحن بطبيعتنا توا داخلين على شهر التراث إن شاء الله عقريب اللي هو يجي كل عام من 18 أفريل ل 18 ماي غير جانا سيدي رمضان هانا اختصرنا خدمنا مرة واحدة اون باراليل احتفال باليوم الوطني لباس التقليدي وعيد الاستقلال 20 مارس وكانت الفرحة فرحتين وخذيت حظي وتفرهدت وخدمت معاهم خدمة باهية ومحلاها الشراكة بين التربية والثقافة هذا كان حلمي قبل من اللي معناها من عشرات السنين وانا نحلم بالشراكة بين التربية والثقافة خامك وخامريك وخامريك علي واش متاك هبلك